بدأت المؤسسة الخيرية الملكية بتوزيع بطاقات التخفيض إشراقات على أكثر من 6000 أسرة منتسبة إلى المؤسسة، والتي تقدم للمستفيدين جملة من التخفيضات في العديد من المؤسسات التجارية والخدماتية والطبية بمشاركة أكثر من 120 شركة ومؤسسة. التفاصيل مع الزميلة خولة الجرينيس في سياق التقرير التالي. انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية وتوسيع دائرة العمل الخيري لإشراك جميع الجهات والمؤسسات في نيل شرف رعاية الأيتام والأرامل والمحتاجين، بدأت الخيرية الملكية صباح اليوم بتوزيع بطاقة التخفيض إشراقات على الأسر المكفولة تحت مظلتها. يوم من الأيام الجميلة في سجل المؤسسة الخيرية الملكية، حيث نقوم بتوزيع بطاقات لإعطاء أسعار مخفضة للمنتسبين للمؤسسة من شركات تجارية في مواد غذائية صحية، ملابس وأشياء كثيرة، حوالي 120 شركة. وأيضا جهودنا لشمولية العمل بالنسبة لخدمتنا للأرامل والأيتام. طبعا هذا المشروع أهمية كبيرة جدا. طبعا المؤسسة الخيرية الملكية ضمن اهتمامها بالأسر المكفولة وضمن توجيهات جلالة الملك الله يحفظه الرئيس الفخري للمؤسسة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر رئيس مجلس الأمناء بتوفير أكبر قدر ممكن من توفير الحياة المعيشية الكريمة لدى الأسر المكفولة من الأيتام والأرامل. فإحنا هذا المشروع تم استحداثه من أجل توفير نسبة تخفيض في مجموعة كبيرة من المحلات التجارية المساهمة. أكثر من 6000 أسرة منتسبة للخيرية الملكية تستفيد من التخفيضات التي تمنحها لهم هذه البطاقة، ليكون لها دور في تخفيف الأعباء الحياتية. أحب أشكر جلالة الملك أول شيء على انتسابنا للمؤسسة نفسها في البداية، وبعدين خبروني أن في بطاقة تخفيض ممكن أن احنا نستخدمها في أي مؤسسة أو أي مكان، فهاي شيء جدا جميل وراح يخدمنا وايد وراح يسهل علينا وايد أمور. نستفيد منها من تخفيضات ومن احنا ذوي الدخل المحدود، وأن هي بتساعدنا وبتكون لنا إن شاء الله عون في الدخل مالنا إن شاء الله. تعاون جميل يسطر كافة أشكال المحبة والتراحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع. بدأنا في العمل في بطاقة التخفيض منذ أكثر من سنتين، والحمد لله حصلنا على أكثر من 120 جهة تجارية، منها محلات الملابس، محلات الأثاث، المطاعم، بالإضافة إلى المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات، النوادي الرياضية والكثير الكثير. هذا المشروع يخدم الأسر لمدة عامين قابلة للتجديد، ويساهم في رفع المستوى المعيشي لأسر المؤسسة الخيرية الملكية وسد الاحتياجات الضرورية للأيتام والأرامل. تأتي بطاقة إشراقات ضمن المشاريع التي تعمل المؤسسة الخيرية الملكية على تقديمها لكافة المكفولين تحت مظلتها، وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية لعاهل البلاد المفدى بتقديم كافة أشكال الخدمات المتميزة لمنتسبيها. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.